If fortune telling goes... <laughs> <Pointy> eared bald honey, there we Thank you. <laughs> that <straight back> now. <laughs> السلام عليكم شباب معكم شركيال وشركة كي رجع لكم فيديو جديد طيب شباب فيديو اليوم جايب لكم شرح كيف تطور سلاح الماب بماب ديد اوف ذا نايت لتطوير الاخير، طبعا آه في ثلاث مراحل، مرحله تطلع الطلقات الفضيه، بعدين مرحله التطوير الاول، بعدين مرحله التطوير الاخير اللي مثل ما شايفينه قدامكم هلا جدا رهيب، اوكي، اول شي لازم تسوي لازم تعرف كيف تطلع الدرع، كيف تفتح التطوير وكيف تبني سلاح الماب الاصلي، إذا ما بتعرف تسوي ولا شي من الأشياء جمعهم كلهم بفيديو واحد موجود رابطه بالوصف، طيب خلينا نبدا الحين أول شي بالطلقات الفضية، لتطلع الطلقات الفضية لازم تجمع ثلاث قطع. اول قطعه من عند تمثال زوس اول مكان لاول قطعه مثل ما شايفينه هون قدامكم طلع عندي على حظي كان موجود يلي هو مثل مكان تحط فيه الشموع لونه فضي فهذا المكان الاول هالقطعة اذا ما لقيت بهالمكان امشي نفس انا قاعد امشي حاليا بهالشرح راح اورجيكم كل الاماكن من نقطه معينه اللي هي عند التمثال اللي بالنص عشان لا تضيعوا لاني ادري ما جديد ومو كلكم عارف الاماكن المهم المكان الثاني على الطاوله هون للقطعه الاولى والمكان الثالث والاخير للقطعه الاولى عن طاوله البلياردو على اليمين هون مثل ما شايفين راح تكون موجوده هون طيب بس اخذنا القطعه الاولى هي خلينا نروح الحين للقطعه الثانيه من عند تمثال ذوس مثل ما شايفين او زوس كان ذوس المهم من عند تمثال زوس مثل ما شايفين آه روحوا على اليمين هون متجهين بناحيه لناحيه المكتبه آه المكان الاول هون قبل لا على المكتبه راح تلاقيه على الحافه عندك يا هون اذا ما لقيت القطعه انا على حظي هون دائما الاقيها بالمكان الاول المهم اذا ما لقيت القطعه الثانيه بهالمكان امشي للغرفه المعاكسه تماما مثل ما شايفين هلا رايحين لعند غرفه المطعم او طاوله الاكل رح تلاقيها على الطاوله هون اذا ما لقيتها رح تلاقيها على طاوله الاكل بالضبط هون اوكي هالمكان الاخير القطعه الثانيه المكان القطعه الاخيره مثل ما شايفين عم اماكنها هلا آه هي عند مكان الخمور والعياذ بالله تحت او انتم شايفين المكان الاول على الطاوله هون المكان الثاني على الحيط هون والمكان الثالث والاخير وراء الكلام هذا كله انتم شايفين هلا نيجي هون على الجهه الثانيه راح تلاقي الصحن موجود هون في صار عندك الثلاث قطع جاهزين بس صار عندك الثلاث قطع نفس مكان الخمور تحت تعال على الطاوله الموجوده هون حط الثلاث قطع وراح تلاحظ انه رح راح يتم ظهر الفضة وراح يطلع لك مثل فضة سخنة او المهم انه راح يدوب الفضة وتاخذ من بدالهم قطعة، الحين اخذت القطعة في ثلاث قطع كمان لازم تاخذهم، القطعة الأولى بتلاقيها بأحد آه موقدات النار، أول واحد على يمين تمثال زوس مثل ما شايفين قدامكم بالضبط، ثاني واحد راح تشوفوه قدامكم هم ثلاث أربع أماكن، ثاني واحد مثل ما شايفينه آه بغرفة البلياردو هون على يمين غرفة البلياردو راح تلاوى هون على حظي أنا لقيتها موجودة هون فعلا والمكان الثالث اه مش قلت اربع اماكن لا هم ثلاث اماكن مو كل اه مو كل النار بس ثلاث اماكن نار لانه تنشب الماب هون في نار سحبت عليها وهون آه رح تشوفوني انه في نار وعملت عليها نايف بس لا هي غلط ما رح تلاقيها موجوده هون ابدا فانتم شايفين هالنار اسحب عليها انا بالغلط سويت عليها نايف النار الاخيره جوا الغرفه هون على يسار التخت رح تلاقوه هون بالضبط فهذا المكان الثالث اللي ممكن تلاقي فيه هالقطعه اوكي اخذنا القطعه الاولى هلا خلينا نروح ناخذ القطعه الثانيه انتم شايفين امشي نفس اللي انا قاعد امشي بالضبط حاليا رح راح تروح على المختبر وبالمختبر هاي اسهل قطعه رح تلاقيها على احد الطاولات بالمختبر مثل ما شايفين هون لقيتها على هالطاوله ما هون روح على الطاوله اللي ورا اللي على اليمين اللي قدام واحده من الطاولات راح تلاقي عليها هالقطعه اللي لونها اصفر فالمهم بس اخذت هالقطعه حاليا باقي لك القطعه الثالثه والاخيره لتبني الطلقات الفضيه طبعا الطلقات الفضيه نحتاجها عشان السلاح المهم فانتم شايفين هلا برجيكم من مكان البناء البدايه وين تروحوا تروحوا لناحيه المقبره او ال... ايه من ناحيه المقبره وراح تلاقوا هناك في بيرك بالنص كانك راح تفوت على البيرت بس لا تفوت لا روح على اليمين راح تلاقيها هون على الارض مثل ما شايفين تحت الشجره بالضبط هي المكان الاول للقطعة الاخيره اذا ما لقيتها بهالمكان امشي نفس المكان نفس امشي امشينا بالفيديو حاليا وراح تلاقيها المكان هون بالضبط على جنب القبر هاد هالمنطقه اذا ما لقيتها بهالمكان هتلاقيها هون على الممر واذا ما لقيتها بالممر اخر مكان لها ممكن تلاقيها بوجه البوكس هي صندوق الاسلحه جنب بوكس الاسلحه بالضبط فاي هذا المكان الاخير للقطعه الاخيره المهم بعد ما اخذت كل القطع تعال على المكتبه وابني كل القطع الموجوده عندك بهالمكان مثل ما شايفينه قدامكم آه خلاص الطلقات الفضيه صارت عندك جاهزه يمديك تحطها على اي سلاح الا سلاح الماب تعال حطها على آه الرشاش تبعك وراح يصير طلقات جدا جدا قويه يعني طلقات فضيه ومطور السلاح راح يصير سلاحك جدا أوبي بي وشي الحلو انه يمديك تعبي امو يعني اي سلاح تاخذه من البوكس يمديك لو حطيت عليه الطلقات الفضيه كل شوي تعبي له امو من شايفين هلا هل راح تشوفون كيف راح الذئب كل سهوله باستعمال طلقات الفضيه والتطوير ويصير سلاحك جدا قوي وتعبي له امو قد ما تبي المهم الحين خلينا نبدا بخطوه تطوير السلاح بعد ما تذبح الذئب او الولف راح تنزل منه قطعه هاي القطعه الاولى اللي تحتاجها عشان تطوير الاولي للسلاح تطوير السلاح يتطور مرتين فالتطوير الاول العادي وتطوير الثاني القوي فالمهم اول قطعه اخذناها ثاني قطعه او لا عفوا القطعه نفسها اللي اخذتها من الذئب تجي على المصنع تحطها جوا الجهاز او المكان شايفينه قدامكم هذا بعدين راح يحمضها يخبزها ما ادري شو يسوي فيها بالضبط راح يطلع لك اياها بشكل اخر من اليسار تقريبا 15 ثانيه راح تاخذ فاي خذ القطعه هي وهيك بكون اخذت القطعة الأولى لتطوير السلاح الأولي، بعد هيك بدك تروح تاخذ القطعة الثانية مثل ما شايفين عم كيف تروحوا من مكان زوس بالنص، تعال لهالمكان بالمكتبة اضرب المكتبة هي بالدرع مشان هيك كنتوا تحتاجوا الدرع ليلة الجيم وراح ينفتح لكم المكان السري هاد وتاخذ القطعة الثانية مثل ما شايفينها قدامكم، فكرة صراحة كانت جدا خرافية انه تجي وتخبط شيلد ويطلع لك مكان سري، اوكي، بعدين المهم بس صار عندك هل قطعتين بكل بساطة تجي وتبنيها بالمختبر وراح يعطي يعطيك التطوير الأول التطوير الأول للسلاح يعتبر قوي بس لراوندات عالية راح يبطل يذبح وراح تحتاج انك تطوره للتطوير الأخير الرهيب هالتطوير راح يخلي لك ميزتين بالسلاح انه الطخة تسوي لك اعصاف ومثل ما شايفين قدامكم زوبعة والطخة الثانية تسوي لك مثل دائرة تخلي الزومبي بعده عنك الحين رح نبدأ بالتطوير الأخير الخرافي للسلاح تعال على منطقة التطوير مك هالمكان ما فينك تفتحه إلا لو فتحت التطوير مشان قلت لكم بداية الفيديو لازم تفتح التطوير إذا ما بتعرف في رابط بالوصف المهم بهالمكان رح تلاقي في فطور على الأرض أو فطريات لونها أزرق مثل ما شايفين اللي عليك إنه في تقريبا خمس ولا ست أماكن فطريات اللي عليك تسوي انك الطخ بالسلاح السلاح تركم في نوعين طخات طخة الصفرة والزوبعة الطخ الطخة الصفرة فوق الفطريات وراح يموت الزومبي بس بالصدفه راح تلاقي احد الزومبي راح يوقف فوق الزوبعه راح يضل واقف فوقها وراح يحفر ويطلع لك قطعه من جا فيه من شوي ما ضبطت على الفطريات اللي انا جربت عليها فرحت دورت على الفطريات الثانيه هاي الفطريات الثانيه طخيتها الطخ عليها وفعلا لو تنتبهوا الزومبي راح يحفر ويطلع لي قطعة من الارض وانا هون اخذت القطعه مثل ما شايفينها فاي على الفطريات كلها طخوا عليها لحديت ما تلاقوا انه طلعت لكم قطعه لازم تطخوا عليها وفي فوقها زومبي أوكي، القطعة الثانية مو لازم فوق الفطريات، أنا هون قاعد شوي فوق الفطريات بالغلط، هي الخطوة الثانية لازم تدبح الغولز. باستعمال السلاح تبعك باستعمال العاصفة أو أي شيء تدبح الغولز مجرد ما تدبحهم بالسلاح راح يطلع لك هيك مثل الأشياء لونها أصفر مثل ما شايفينها قدامكم هي عادي أي مكان مو لازم هالمكان أنا قاعد أسويها بهالمكان بالغلط عادي تروح تسويها بنص الماب تدبح غولز بالسلاح تبعك راح يرمي لك أشياء صفرة لازم تجمع خمسة من الأشياء الصفرة لعديت ما تلاقي عندك لما تضغط سلكت إنه عندك الأنبوب الأصفر هذا لو عندك الأنبوب الأصفر يعني خلاص أخذت خمسة والأمور كلها تمام طيب هلا صار عندنا قطعتين خلينا حاليا نشتغل على القطعة الثالثة مثل ما شايفين عم بجيكم كيف تروحوا للقطعة الثالثة آه راح تجوا على المقبرة مثل ما شايفين ورجيتكم المكان من البداية كيف ولو سويت اول خطوتين صح وجيت على المقبرة راح تلاقي انه في عندك قبر قاعد ينزل منه مواد او لونه احمر هيك ويطلع منه دخان اضغط مربع على الابر راح يطلع لك غول غريب وهالغول اه في قاعد يطلع منه دخان احمر كل بساطة اقتل هالغول انا هون ضاع مني يعني آه كان داخل مع باقي الزومبيات فاللي سويته اني دبحت الكل بهالمنطقة وبعدين رح تلاقوا انه لقيت قطعة على الارض هالقطعة نزلت من ورا هالغول فمش شايفين هلا بعد ما فضيت كل الزومبي بهالمنطقة طلعت لي هالقطعة وهيك بكون خلصت واخذت هالقطعة، طيب القطعة الأخيرة أنتم شايفين هلا أورجيكم كمان كيف تروحوا من منطقة البداية أظن القطعة الأخيرة أنا لما أجمع المقاطع أنسى فالمهم أنتم شايفين هلا عم أروح لنفس المكان اللي كنا فيه اللي هو عند منطقة المقبرة آه المفروض كنت اقص هالقطعه واورجيكم المقبره على طول خلص احنا شوي كنا بالمقبره بس انا على كل خطوه قاعد اصورها اروح من البدايه وارجع وامشي عشان لا تخربطو المهم وصلنا لمكان المقبره هالاضويه اللي شايفينها على الدرج فقط على الدرج واللي جنبه أضوية لونها أصفر راح تلاقي ضوء منهم لونه أحمر منو شايفين هالضوء لونه أحمر على اليمين شوفوا الفرق بينه وبين اليسار هذا يعني أصفر على أحمر وعلى اليسار لونه أصفر أصفر عليك سوي إنك تطخ على الضوء باللون الأحمر وبعدين بشكل جدا سريع راح تلاقي ضوء تاني لونه أحمر لازم تطخ عليه منو شايفين أنا تأخرت شوي لقيت الضوء تحت اجيت أبي طخه راح طفى الضوء للأسف فلو صار معك نفسي صار معي وطف الضوء استنى 90 ثانية وارجع راح تلاقي في ضوء عشوائي تاني لونه أحمر ما هلا لقيت ضوء لونه احمر طخيت عليه بعدين بعد ما طخيت عليه دورت سريع وين في ضوء ثاني احمر وين في لقيت هذا الضوء طخيت عليه بعدين قاعد ادور سريع وين في ضوء ثاني هذا الضوء الثالث طخيت عليه وهلا هذا الضوء الاخير طخ عليه ولو طخيت عليه راح يطلع لك خفاش ويطير لازم تذبح هالخفاش ضبط ايمك لو طار اعلى من هيك راح تضطر تعيد الخطوه فانتم شايفين دبحت الخفاش وهو بالجو ونزل لي قطع بيجي وباخذ القطع بضغط عليها مربع صارت عندي القطعه وخلاص بعد هيك بكل بساطه كل عليك تسويه انك تروح على المختبر يلي كنا المكان اللي كنا نحط فيه القطع ويحولها لقطع ثانيه فعنا الحين قطعتين تيجي تحط القطعه الاولى جوا الجهاز فالجهاز راح يخبز لك القطعه ويطلع لك اياها بشكل غير يعني ف15 ثانيه بالضبط بعدين تعال على يسار الجهاز رح تلاقي نعطاك القطعه ارجع حط القطعه الثانيه اللي اخذتها جوا الجهاز ورح احول لك اياها قطعه هاي قاعد يحولها لماده البيرا او الـ او البريما ماتيريا اي علاقه بالقصه لما اسوي فيديو شرح قصه الفوضى راح تفهموا شو هالماده فالمهم صار اخذنا القطعتين بعد ما تم تخبيزهم بهالجهاز خلاص هلا جاهزين لنبني السلاح بكل بساطه حاليا روحوا على الطاوله شايفينها قدامكم حاليا حطوا اضغطوا مربع عليها وراح يتم تطوير سلاح للتطوير الاخير التطوير الاخير جدا جدا رهيب السلاح راح يطخ لك اربع الباور يعني كل طخه راح تختلف اربع طخات يعني الطخه الاولى مثل ما شايفين هلا راح تكون الطخه الصفراء اللي عليها طخه الاعصار المتعودين عليها طخة الفضاء اسميها يطلع لك دائرة خضراء بالارض واي زومبي يمشي فوقها يختشي من الوجود وفي طخه المار اللي اي زومبي يقرب قدامها يدوب، انتم شايفين هلا هل هي الطخه الاولى وراح تشوفوا كل الطخات، فإيه شباب هالفيديو اليوم اتمنى يكون عجبكم، اتمنى من نهايه الفيديو لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك وانشروا لاصحابكم عشان اللي بيلعب الماب ويشوفوا الشرح، حاولت قدر المستطاع اخلي هذا الشرح جدا بسيط، فاي بس كان معكم بشاركية لو مشاركه كيشكم فيديوهات ثانيه ان شاء الله، مع السلامه <applause>